وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. في البداية نرحب فيك سعادة الوزير. حياك الله أخ علي، مساء الخير. مساء. ونمسي على المشاهد الكريم. نعم سعادة الوزير، من خلال عنوان المؤتمر دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي، هل لك أن تشرح لنا هذه الرؤية المستقبلية التي يلعبها القطاع العام والخاص في السكن؟ الأخ علي، بداية ودي أنقل إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله باسمي وباسم جميع المشاركين من الأخوة وزراء المعنيين بشؤون الإسكان بالدول العربية بعظيم الشكر والامتنان لرعاية جلالته السامية لهذا المؤتمر. نعم. واللي في الحقيقة يعتبر هذا المؤتمر يعني إضافة لما تقوم به وتأكيد لاهتمام المملكة مملكة البحرين بأن ملف السكن الاجتماعي لا يزال يتصدر الأولويات واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة. طبعا المؤتمر في الحقيقة هو حدثين في آن واحد. نعم. مؤتمر الإسكان العربي الخامس والاجتماع 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. ومثل ما تفضلتوا في تقريركم راح إن شاء الله يستضيف هذا المؤتمر مهتمين في القطاع المصرفي والقطاع العقاري ووزارات تنقل تجاربها من كالمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبعض المطورين. نعم. طبعا هناك بيكون إن شاء الله بناقش المؤتمر أربع محاور. طبعا من الضروري طبعا الاهتمام في موضوع السياسات الإسكانية. نعم. ومراجعتها ومراجعة البرامج والخطط اللي في الحقيقة تدعم التنمية الحضرية المستدامة. وطبعا هناك أيضا محور آخر هو تعزيز دور القطاع الخاص اللي في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، اللي ما في شك أنه من الواضح أنه هو لاعب كبير في معالجة الملف الإسكاني. وأيضا إن شاء الله راح هناك محور يتعلق بحصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك السكن. نعم. وخصصنا المحور الرابع للاطلاع على تجارب عملية راح تقدم فيها إن شاء الله الدول المشاركة وأيضا بعض الشركات إن شاء الله اللي كان راح تتواجد معنا في المؤتمر. نعم سعادة الوزير، يعني ما هي النتائج والتوصيات المتوقع أن يخرج بهذا المؤتمر؟ في الحقيقة طبعا احنا إن شاء الله نأمل من خلال استعراضنا للتجارب وورقات والمشاركين والبحوث وتجارب الدول إن شاء الله أن نستطيع أن نخرج في توصيات ونخرج برؤى جديدة تساعد حقيقة في صياغة دور مستقبلي للقطاع العام اللي هو طبعا القطاع الحكومي. نعم. طبعا مهما بذل القطاع العام في دعم للملف الإسكاني، إنما هناك أيضا متطلبات أو يتطلب إعادة صياغة دور القطاع العام، وهذه طبعا هي اللي بيكون عليها التركيز. ونأمل إن شاء الله بعد ما نستكمل الاجتماعين إن شاء الله مع بعض بيكون هناك يعني إعلان المنامة بإذن الله راح نخرج بنتائج يعني إيجابية. نعم. تساعد في إيجاد أو تحسين من
من أداء الملف الإسكاني إن شاء الله. نعم، سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمار وزير الإسكان، شكرا جزيلا لك.